بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. إن ممن لم يؤمن بنوح عليه السلام عرض عليه الأموال والمناصب لكي يتخلى عن دعوته، ولكن الأنبياء يعرفون جيداً أن عليهم الصبر والاحتساب فيما يواجهونه من متاعب وصعوبات. سوف تصبحون أغنياء يا كنعان. أغنياء؟ كيف يا صديقي عسير؟ علمنا أن السراجي والسامق يجمعان الأموال كي يعرضاها على أبيك نوح. لماذا إذن؟ كي يترك هذه الأوهام التي يتحدث عنها، إذ يقول إن للكون إلها واحدا لا شريك له. من أين جئت بهذه الأخبار يا عسير؟ قل لي. المدينة كلها تتحدث في هذا الأمر يا كنعان. ماذا؟ ألا تعلم عنه شيئا؟ إني لا أعلم شيئا عن أبي وضلاله المبين. ألا تنصح أباك أن يرجع عما هو فيه؟ هو لا يستجيب لأي نصح، ويعتقد دائما أنه على الحق. أي حق هذا الذي جعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لا شيء عجيب. إذن لا بد أن أخبر أمي والها بهذه الأخبار. مسكين أنت يا كنعان، مسكين أن يكون أبوك مجنونا هكذا. ماذا تفعل يا ولدي الجميل؟ أريد أن أذهب لألعب مع أبناء عمي يا أمي. ستفعل يا حبيبي ما تشاء بعد أن نأخذ الإذن من أبيك يافث. ماذا تريدون من يافث يا أم جامر؟ نريدك بكل خير يا أبا جامر. يافث، ماذا بك؟ أحمل هموم الدنيا كلها فوق رأسي يا زوجتي الحبيبة. ماذا جرى يا زوجي الطيب؟ علمت أن السامق والسراجي يجمعون الأموال والذهب والفضة. ولما؟ يقولون إنهم سوف يعرضونها على أبي نوح. مقابل ماذا؟ مقابل أن يترك دعوة التوحيد. يا لهم من أغبياء حقا، يساومون نبي الله على الحق. إنهم مجموعة من الحمقى والأغبياء يا أم جامر. اللهم اصرف عنا كيدهم يا رب العالمين. أبي يعيش في معاناة دائمة من الإيذاء والإهانات المتكررة. آه يا أبي نوح، إنه نبي الله أرسله الله بالحق والهدى ولن يضعف أبدا. ألسنا نحن أولى بهذه الأموال يا كنعان؟ هو لن يقبل ذلك يا أمي. أبي لن يقبل ذلك أبداً. يا له من حظ سيء أن أتزوج بهذا الرجل العنيد. قل لي يا كنعان. ماذا يا أمي؟ ما رأي إخوتك في هذا؟ أعتقد أنهم لن يتجاوبوا معنا أبداً. يعصون أمهم
من أجل أبيهم المجنون؟ يا للعجب! هل لديك من حلول لهذه الكارثة التي نحن بصددها يا أمي؟ ليس أمامي من حل سوى اللجوء إلى آلهتنا، لعل الفرج يأتي على أيديهم. تصنع سفينة في الصحراء يا نوح؟ أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ حتى لما شرع في بناء الفلك أي السفينة، كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه. سنجمع أبناءنا ليلعبوا فوق هذه السفينة. مجنون! إنك رجل مجنون! ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس، فقد أعرض عن الجاهلين. اذهب عنا أيها الرجل المجنون، أنت رجل سفيه. أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ الله الواحد الأحد. فاصبر يا نوح، إن نصر الله قريب. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا سوء القضاء، اللهم ثبتنا على توحيدك. اللهم اصرف عن أبي العذاب من قومه وثبته على دعوته.